السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناتكم التعليمية الأوائل دي جي، مع حصة جديدة من حصص اللغة العربية لسنة الخامسة ابتدائي، المقطع الرابع التنمية المستدامة، تحضير نص الحصاد والكلب وقطعة الخبز صفحة 69 و70. نبدأ أولا بقراءة النص. الحصاد والكلب وقطعة الخبز. مر كلب جائع أمام حصاد يأكل الخبز فسأله: ألذيذ ما تأكله أيها الحصاد؟ إنه لذيذ طيب. هل تأكلون منه دائما أنتم البشر؟ يوميا، أجاب الحصاد، وربما عدة مرات في اليوم. إني أرغب في أن آكل منه كل يوم أيضا، فكيف أحصل على الخبز؟ الأمر في غاية البساطة، تبدر القمح في حقلك. تهلل الكلب فرحا وقال: كن كريما أيها الفلاح وعلمني كيف أبدر القمح. عليك أولا أن تفلح الأرض، وإذا فلحت الأرض آكل الخبز. مهلا مهلا، طبعا لا، يجب أن تمشط التراب وتبدر القمح في فصل الخريف وآكل الخبز. لا، ليس بعد، يمر الشتاء فيروي الأرض، ويأتي الربيع فينبت الزرع وترتفع السنابل، وفي فصل الصيف أنا أكل الخبز في فصل الصيف. لا لا، أنت جد مستعجل، في فصل الصيف يترك القمح كي ينضج، ثم تحصد السنابل وتجمع في أغمار، تفرش الأغمار كي تنشف بفعل الشمس والهواء، ثم تفصل حبوب القمح على القش، ويحمل القمح إلى المطحنة حيث يصبح طحينا. وآكل الخبز، رد الكلب بفرح. قليلا من الصبر أيها الكلب، يجب بعد ذلك أن تعجن العجين وتنتظر حتى يرتفع، ثم تصنع من الخبز قطعا طويلة وتضعها في الفرن. طبعا هذه المرة سنأكل الخبز. نعم، خذ هذه قطعة منه، ذقها وتلذذ بطعم خبزنا. زفر الكلب زفرة عميقة وطويلة وقال: إنني أعرف هذا ذوق جيدا، أجده أكداسا مكدسة مرمية في كل ركن من شوارع المدينة. عجبا لكم يا بني البشر، إن كان الأمر هكذا، كثير من الجهد وكثير من الانتظار، فلماذا يرمى هذا الطعام الطيب؟ أنت محق أيها الكلب، فلن تجد في الطبيعة كائنا حيا يصرف ويبذر غير الإنسان، رغم أنه ينعت بالعقل وحسن التدبير. رصيدي الجديد. أبذر أنثر الحب لأزرعه، تهلل فرحة، أغمر جمع غمرة بمعنى حزمة، القش الدبل، أكداسا أكواما ينعت يوصف، زفر أخرج نفسا عميقا وتنهد. ابحث عن مصدر كل كلمة مما يلي: انتظر، ارتفع، فصل، عرف. انتظر انتظار، ارتفع ارتفاع، فصل، عرف عرف. ابحث عن معاني كلمة تمشط في القاموس. معاني كلمة تمشط: تمشط الشعر، تسرح، تصفف، ترجل. مسط الشيء، خلطه. مسط الأرض، سواها بقصد تنعيمها وتنظيفها من الأعشاب. اختر الإجابة الصحيحة. مر بالحصاد ذئب، كلب، ثعلب. مر بالحصاد كلب، وجده يأكل فاكهة، خضرا، خبزا. وجده يأكل خبزا. نعم. عما سأل الكلب الحصاد؟ بماذا أجاب الحصاد؟ لماذا تهلل الكلب فرحا؟ سأل الكلب.
الكلب الحصاد عن لذة الخبز وكيفية الحصول عليه؟ أجابه الحصاد بأن الخبز لذيذ مذاقه ويأكل منه يومياً. تهلل الكلب فرحاً لأنه كان يظن بأن الحصول على الخبز ناضجاً ولذيذاً بسهولة، كما أنه كان ينتظر بشغف رد الحصاد. ما هو أول عمل يقوم به للحصول على القمح وفي فصل الخالف؟ ماذا عليه أن يفعل؟ أول عمل يقوم به الحصاد على القمح هو فلاحة الأرض، وفي فصل الخريف يقوم بتمشيط الأرض وزراعة بذور القمح. اختر الإجابة الصحيحة. في فصل الصيف، في فصل الربيع تروى الأرض، ينبت الزرع وترتفع السنابل، يحصد القمح. في فصل الربيع ينبت الزرع وترتفع السنابل. إلى أين يؤخذ القمح بعد حصاده؟ لماذا؟ القمح بعد حصاده يجمع في شكل أغمر، وبعد تنشيفها تفصل حبوب القمح عن القش، ثم يحال إلى المطحنة حتى يصبح طحينا. بعدما علمته، هل كان الحصاد محقا في قوله بأن تحضير الخبز سهل وبسيط؟ علل موقفك. لم يكن الحصاد محقا في قوله تحضير الخبز سهل وبسيط، لأن الحصول على الخبز ناضجا ولذيذا يحتاج إلى مجهود كبير وصبر على مدى عام كامل. ما هي العبارات التي كررها الكلب أكثر من مرة على ما تدل هذه العبارة؟ على الاستعلام، على الصبر، على اللهفة والاستعجال. العبارة التي كررها الكلب أكثر من مرة هي أكل الخبز، وتدل هذه العبارة على اللهفة والاستعجال. هل تذوق الكلب أخيرا قطعة الخبز؟ ماذا قال عنه؟ مما تعجب الكلب وبما اعترف الحصاد؟ نعم، تذوق الكلب طعم الخبز وقال إنني أعرف هذا الذوق جيدا. تعجب الكلب من رمي الإنسان الخبز في الشوارع والأحياء رغم أنه يحتاج إلى كثير من الجهد والوقت. اعترف الحصاد بأن الإنسان كائن مبدر ولا يحسن التدبير. قصد الكاتب الحديث عن كيفية الحصول على الخبز يبين مدى الجهد المبذول وأهمية الحفاظ عليه لنتعرف على كيفية الحصول على الخبز. قصد الكاتب الحديث عن كيفية الحصول على الخبز ليبين مدى الجهد المبذول وأهمية الحفاظ عليه. ما هو السلوك السيء الذي ورد الحديث عنه في النص؟ كيف نتجنب السلوك السيء الذي يتحدث عنه النص؟ هو تبذير الإنسان للخبز، ولتجنبه ينبغي أن نستهلك بقدر الحاجة دون إفراط ولا تفريط. طبعا استخلص العبارة التي وردت على لسان الكلب في نهاية النص. اخترع عنوان مناسب للنص وبرر اختيارك. رغيف الخبز اعمل لتأكل ولا تبذر، الصبر مفتاح الفرج. العبرة التي وردت على لسان الكلب في آخر النص هي أن الإنسان لابد أن يعطي قيمة لجهده ووقته، فلا يتركهما يذهبان سدى. تقبل آراء أخرى. عنوان النص اعمل لتأكل ولا تبذر، فالإنسان يجب عليه أن يعمل للحصول على قوته كما ينبغي، أن يبتعد عن التبذير.
الأفكار الجزئية. الفكرة الأولى، الكلب يسأل الحصاد عن الخبز. الفكرة الثانية، الكلب في الحصول على القمح. الفكرة الثالثة، الحصاد يعلم الكلب مراحل الحصول على الخبز. الفكرة الرابعة، الكلب يتذوق الخبز. الفكرة الخامسة، تعجب الكلب من رمي الإنسان الخبز. الفكرة السادسة، الحصاد يتعرف بالسلوكات السلبية للإنسان. القيمة والمواقف. أنا مسلم أقدس العلم العمل والنشاط، وأسعى لتحصيل قوتي من حر مالي الذي أجنيه بعرق جبيني، فلا أبذر ولا أسرف وأحرص على الاقتصاد في جميع مناحي حياتي. الأمثال والشهود والشواهد. دبر العيش بالقليل يبقى فبقاء القليل بالتبديل، لا تبدر وإن ملكت كثيرا فزوال الكثير بالتبديل. أثري لغتي. أكمل الشوط الثاني مستعينا بالألفاظ الآتية كما في المثال قطعة الخبز: خصلة، بيت، حثوة، جذوة، فلذة، قرة، قطعة، حفنة، عرجون، حزمة. دم، كب، كبد، شعر، نار، تراب، قماش، حطب، عين. القصيد دقيق. أثري لغتي. خصلة شعر. بيت القصيد. جذوة نار. فلدة كبد. قرة عين. قطعة قماش. حثبة تراب. عرجون تمر. حزمة حطب. حفنة دقيق. وهكذا أعزائي التلاميذ نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. وأخيرا لا تنسوا اللايك والإشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.